الحيوان. المهم في غزة، غزة محاصرة، والله يعين أهل غزة، وكل التحية لأهلنا في غزة، وكل التحية للشعب الفلسطيني، كل تحية لفتح ولحماس الجهاد الإسلامي، وكلنا واحد. في غزة محاصرين، فيش بنزين ولا في سولر ولا في غيره، إنه صاحب اسمه أبو مسلم عنده تراك، راعي الكزية بده يعبي التراك بنزين، قال له عبينا بنزين الله يسعدك، قال له ما فيش بنزين، في فودكا، قال له عوذ بالله يا راجل شو بتقول؟ قال له يا زلم مش حلال، ما انت بدك تكبها في التراك وانت بدك تشربها، فيش مشكلة. المهم حط الجنينة في التراك وراح صف التراك ونام. طلع الصبح دور على هالتراك. مساء الخير يا حاج، تفضل. دور حبيبي 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 الله، بس حالي كريستيانو رونالدو، ميسي ميسي. المهم صف الاتراك، وخلينا نكمل يا شباب، صف الاتراك وراح نام صاحبنا. طلع الصبح يدور على هالاتراك، يلا على اللي طرقوا، وين الاتراك يا جماعه الخير؟ طلعت كل غزه تدور على الاتراك، حتى ابو العبد الهنيه طلع معهم، لقوه على شط غزه عابد سياره صرصور وبدخنوا دخان يعبد العربي.